السلام عليكم. انا اخر واحد بقى في اخر اليوم، فاكيد هلاقيكم نايمين بيتوبوا من اول. يا بتحبوا اللون البرتقاني؟ حد بيحب البرتقان؟ بحبش البرتقان، انا اتكيف مع البرتقان النهارده. انا شادي محمد، انا اللي ماسك السوشيال ميديا شانلز هنا في المركز. لو اتعاملت مع الاكونت بتاع تويتر او فيسبوك هتلاقيني انا اللي ببوست التويتس، وانا اللي برد عليك لو انت سالتني. انت شكلك مألوف ليه؟ احنا عندنا النهارده كونتست، مسابقه، وعندك توبيك وعندك فيديو هتعمله علشان تحطه اونلاين وتخلي الناس تفوت، تديك صوت، والصوت ده هو اللي هيكسبك. السوشيال ميديا ممكن تخدمك ازاي في الموضوع ده؟ السوشيال ميديا دي ممكن تبقى هي الـ 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 الطريق اللي تحط فيه حاجتك تقوم تجري وتوصل لناس اكتر، توصل لمجموعات اكبر. لكن البداية بقى دايما في سؤال، هكلم مين انا؟ اللي احنا بنعمله عادة ان كل واحد فينا ليه اكاونت على الفيسبوك وبيعمل تويت على تويتر وبيستعمل ستامبل ابون وبيستعمل سوشيال ميديا شانلز كتير، فكل ما يبقى محتاج فوتس يروح لاصحابه ويجري عليهم يقول لهم يا جماعة الحقوني، انا مشارك في المسابقة الفلانية، ادوني فوتس. دي مش حاجة يعني انت كده بتقتل طموحك لما تلجأ لاصحابك وجيرانك وزمايلك في الشغل. الناس دي ليهم توجهات غير بتاعتك، يعني اللي يشغلك مش هو اللي بيشغلهم. ممكن يدوك كده فوت محبة واحد اتنين، انما مثلا في وسط اصحابك اللي هم ممكن يبقوا من 250 لحد 1000 هتاخد كام فوت؟ 500. تعال بقى احسب ال 500 دول مع الناس الكومبيتيتورز بتوعك، هتلاقي ولا حاجه، هتلاقي يمكن انت اقل واحد. طب تبتدي ازاي؟ يعني تستخدم السوشيال ميديا ازاي علشان تجين عدد كبير، رقم، بان انت تختار الناس اللي شبهك عموما، لا شبه الموضوع اللي انا بتكلم فيه. انا النهارده الفكره بتاعتي في الار اف ديفايسز، الحاجات اللي بتبث مثلا على ميديا معين، او في السيركتس، او بعمل حاجه في السوشيال ميديا، او بعمل حاجه في اي موضوع. فانا المفروض ان انا اسيرش السوشيال ميديا الاول واشوف مين الناس المهتمه بالموضوع ده. زي ايه السوشيال ميديا؟ هي كونفرسيشن، انا هتكلم اقول ايه، هو ده السؤال. اقوله لمين؟ ده سؤال تاني بقى. اقوله لمين يديني ودنه يسمعني؟ علشان اللي هيسمعك ده هو ده الشخص اللي هيهمه الكلام، وهو ده الشخص اللي هو مور ريليفنت، يعني في احتمال اكبر ان هو يخش يتفرج على الفيديو اللي انت حاطه، وبالتالي في احتمال ان هو يديك فوت. انت هتحمسه الاول بالنسبه للموضوع، وبعدين هتسيب بقى موضوع الفوت بالنسبه له ده. يعني هاجي بعد كده هقول لكم ان انت ما ينفعش تقول للناس ادوني صوت، ما حدش هديك. انت بتحمسه وبتحسسه قد ايه صوته مهم، وبتسيبه بقى، وبتاخد الفوتس بتاعتك من يعني احتمال من عدد الناس الكبيره، ان مثلا نسبه منهم على حسب قد ايه فكرتك حلوه يدوك الصوت بتاعهم. فلو جينا الاول سلايد هنا بتوصف السوشيال ميديا ازاي، انت هتتكلم، هتقول ديالوج، على حسب بقى الكلام بتاعك ده هيجي على هوا مين ممكن يسمعك. مش اصحابك، مش جيرانك، مش زمايلك في الشغل. الحاجه اللي احنا متعودين نعملها دي بتدمنش الايفكت بتاع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اكبر من كده بكتير. النهارده كل حاجه بقت سوشيال ميديا. الناس بتبيع وتشتري سوشيال ميديا، بتسمع مزيكا سوشيال ميديا. انت بتخش النهارده على ساوند كلاود تسمع الاغاني، اصحابك على الفيسبوك لو انت مسجل الابلكيشن عارفين انت بيسمعوا ايه. ايه ده انت بتسمع كذا؟ اه والله حلوه الاغنيه دي، عجباني. يروح هو كمان سامعها، يروح واحد من اصحابه كمان، اه يا فاكر ساعه ما رحنا سمعنا الاغنيه كانت شغاله في العربيه، يروح عاملها شير. انت بتاخد بتجين بوبولاريتي من النقطه دي. How to make a story out of your post. مش عشان انا اخش اعمل لك لايك او اوديك فوت، لا. البدايه هي ان انا اختار الموضوع المناسب للشخص المناسب، فالشخص ده يسمعه وبالتالي يعمل ستوري منه، يشيره او يعمل لايك او يكتب كومنت عليه او ياخده هو يحطه على البيج بتاعته. من هنا تكبر انت، تروح للناس اللي بتشاركك نفس الانترست، وتروح للناس اللي بتشاركهم نفس الانترست، والناس اللي بتشاركهم والناس اللي بتشاركهم، فالدايره بتاعتك تكبر.
ايه بقى السر؟ زي ما انا قلت لكم، تختار الناس اللي انت هتكلمهم. المفروض ان انت تتست السوشيال ميديا، في النهارده ويب سايتس كتيره ممكن توفر لك الكلام ده. هتعزز وجودك ازاي اونلاين؟ بان انت تسكان السوشيال ميديا. في ويب سايت زي بقى ماشابل، لو هنشوف هنا دلوقتي في ويب سايت اسمه ماشابل، ده بيقول لك على ترندز الموجود، بيقول لك الناس بتتكلم في ايه، بيقول لك ان انت مثلا لو بتتكلم في الاونلاين كوميونيتيز او عايز تعرف الليتست تكنولوجي، او عايز تعرف مثلا سامسونج موبايل ابلكيشن وصل لحد فين ومين الناس اللي مهتمين بالموضوع ده. انت مثلا بتعمل ابلكيشن في 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 حاجه معين، في زي بيقول لك مثلا في الترافيك، مين الناس المهتمين بيقول لك ده الكوميونيتي بتاع بيقول لك فيه. عارفين بيقول لك الاول ولا حد عارف بيقول لك؟ اللي هو انا معايا التليفون هعدي في طريق معين هقول لك الستيرز بتاعته، الطريق ده زحمه، في حادثه، الحق، في لجنه، في مرور. الموضوع ده انتشر هنا في مصر دلوقتي عن طريق بيقول لك ووصلني كم ابلكيشن كمان. ليهم كوميونيتي، الناس دي بتتقابل وهم عارفين بعض وبيعملوا فطار في رمضان. لو انت داخل جديد في الموضوع ده ومحتاج تعرف ايه الناس دي وصل لايه، او هتعمل مثلا يوتيليتي معينه تخليك تشتغل على الابلكيشن ده، او تعمل اعلان جواه هو بيقول لك لحد دلوقتي فري. انا النهارده مثلا فكرتي ان انا هعمل اعلان على الكراود مانجمنت ابلكيشن ده عشان يجيب اخليه يجيب فلوس. طب محتاج اوصل لمين؟ مين الناس اللي هتديني فوتس على المشروع بتاعي؟ هم الناس اللي بتستخدم الابلكيشن. اوصل لهم ازاي؟ عن طريق الانترنت. فاني حته في الانترنت عن طريق السوشيال ميديا. فين بالظبط من السوشيال ميديا؟ في ويب سايتس بتست الترندز، منها ماشابل اللي قلت عليه، ومنها حاجه اسمها تويت ديك. ممكن تكتب تويت ديك فيطلع لك الليتست، يعني تسيرش تويتر كله بحكم ان هو مختصر وما فيهوش برايفسي، مش زي الفيسبوك. يعني انت لو عامل برايفسي على الاكونت بتاعك في الفيسبوك انا ما اعرفش انت بتقول ايه، انما تويتر انت بتقول اي حاجه بتوصل لاي حته في الدنيا. فانا لو دورت على كلمه في تويتر مثلا بيقول لك، او دورت على كلمه مايكروفون، او دورت على كلمه قهوه، هتطلع لي كل اي حد جاب سيره الموضوع واتكلم فيه، فانا اوصل له واعرف هو قال ايه وقالوا لمين ومين اللي رد عليه. هي دي الناس المهتمين اللي انت المفروض توصل له. سهل قوي على تويتر، اصعب شويه على فيسبوك، سهل في قنوات تانية. انا مش انتو فيسبوك قوي، هقول لكم ليه. ازاي اجس نبض النت واشوف الناس بتتكلم في ايه؟ مش عموما، انا يهمني موضوع، انا في البدايه هحدد الموضوع بتاعي وهبقى عايز اعرف مين الناس اللي بتتكلم فيه، الناس دي اوصل لها ازاي علشان لما اتكلم الاقي ودني تسمعني. انا هبتدي صغير قوي، ما تتوقعش ان السوشيال ميديا هتجين هتطلع لك نتائج بسرعه، ان انا اعمل اكاونت او اقول كلمه وهلاقي بقى الناس ترد عليا والموضوع يزيد. بالعكس، اصعب وقت هو اول وقت، زي كانك بتزرع برتقان فعلا. بتتعب قوي في الاول، بس بعد كده في اول الموسم بتاع البرتقان اللي هو في اول الشتاء مش بتلاحق بقى، تلاقي الهواء ابتدى يزيد والشتاء يخش، فالشجره عماله تسقط برتقان على دماغك. دي السلايد اللي انت بتسال عليها، هايبوت وماشابل. هتلاقي ده هو اسمه ماشابل من ماش، يعني ام اي اس اتش اي بي ال اي، وهايبوت التاني اللي هو اللي تحت ده ايه ده؟ ام اي اس اتش اي بي ال اي، وهتلاقي علامته اللي هي ام اي اس اتش اي بي ال اي، ماشابل. ايه ده؟ في اللي هو هايبوت اللي تحت ده، وفي كمان تويت ديك. انا ممكن املهم لك واحده واحده بعد ما نخلص. السوشيال ميديا مش عشان اصحابك والناس اللي في دايرتك. السوشيال ميديا بتوصلك لناس بعيده قوي انت ما تعرفهمش، وصعب جدا ان انت تقابلهم في الحياه العاديه. فكون ان انت تبقى ليميتد في ان انت تجيت فوتس من الناس اللي تعرفهم، ده انت كده يعني زي ما بقول بتاخد طموحاتك لتحت مش لفوق. انت هتحدد موضوعك وهتوصل بيه لاي حد مهتم، بغض النظر الحد ده عايش فين، توجهاته عامله ازاي، ايه مكانه الجغرافي، بيتكلم لغتك ولا لا.
انا متهيألي الكونتس دي علمية في المقام الاول مش كده، فالعلم ملوش جنسية. انت ممكن تلاقي حد مهتم باللي انت بتعمله وبعيد جدا عنك، الحد ده هو اللي هينفعك، هو ده اللي ممكن يخش ويتفرج على الفيديو بتاعك وبالتالي يبقى مور ريليفنت، اللي هو يديك الصوت بتاعه. والحد ده ممكن يكون عنده كمان في الليست بتاعته فريندز، او مثلا في دايرة المعارف بتاعته، او يكون هو ممبر في كوميونيتي او جروب مهتم برضو بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه، فيبقى انت مور ريليفنت ان انت تاخد اصحابه كمان، تاخد فويتس من اصحابهم. فانت مش هتتلاحق بعد كده في الاواخر، يعني لو انت عملت الواجب كويس مش هتعرف الاصوات جايه لك منين، بس انت لازم تتعب في الاول، مش في وسط اصحابك يعني، في وسط الناس المهتمين بالموضوع بتاعك. الفانز سهل ان انت تعمل صفحه او جروب، بس مش هي دي كل دي، اسهل جزء من الموضوع. الصعوبه ان انت تستغل الفيكل بتاعت الاونلاين كوميونيتيز والسوشيال ميديا علشان تبوش الموضوع بتاعك ده وتوصل بالبيج لابعد ناس، ابعد ناس من المهتمين بيك. انت المفروض تعمل ماب، تعمل استراتيجايز كده للخطه بتاعتك، انت هتمشي ازاي. انا حددت موضوعي كويس وفهمته، مين الكوميونيتيز والجروب والناس اللي ممكن تكون مهتمه، اوصل لهم ازاي، ولما اوصل لهم هقول لهم ايه. وانت لازم بقى بعد ما توصل ليك استراتيجيه، ليك خطه. ممكن تبقى سخيف قوي وتقعد تتكلم براكتيكال طول الوقت، تتكلم على مشروعك، تتكلم على موضوعك، تتكلم على اللي بيقابلك، فبص تلاقي كل التويتس او كل البوستس بتاعتك جد. السوشيال ميديا اللي هي قنوات التواصل الاجتماعي هي قنوات عاليه الكفاءه، لكن هي لسه اجتماعي برضه، يعني لازم اهزر، لازم اقول نكته، لازم اعلق على حاجه بتحصل، وضع سياسي او موقف او موضوع الناس كلها بتتكلم فيه، لازم في النص كده ما يبقاش الكلام كله ليه علاقه بالفوت. يعني انا المفروض ما اقولكش ان انا عايز الفوت بتاعك، عايز صوتك، ولا كمان احسسك ان هو ده همي الوحيد. انا ليا اي بني ادم فينا، انا او اي حد ليه دايره اهتمام. انت في السوشيال ميديا وعشان تجين فوتس للفيديو بتاعك لازم تحدد دايره اهتمام بتاعك، يعني تقعد تسكان كده وتشوف وانا بتكلم في موضوع ايه، الموضوع اللي انا بتكلم فيه الموضوع ده ليه ديول كتير، لا طب انا عايز اليمينيت ايه ولا ايه ولا ايه. انا بتكلم في الموضوع ده بس ما يهمنيش مثلا التطبيقات بتاعته في الفضاء، انا بتكلم فيه ترافيك على الارض، انا بتكلم مثلا في الترافيك كنترول اللي في العربيات، مش اللي في الشوارع، مش اللي بيركب في اشارات المرور، مش على مستوى الدوله. انا بتكلم العربيه ازاي تقول لك تمشي ازاي وتنافيجيت وتخش في اي شارع فاضي واي شارع لا. فتقعد بعد ما تحدد موضوعك تقعد تستبعد منه الحاجات الايرليفنت دي. دايره اهتمامك، دايره تاثيرك هي عدد الاصوات اللي ممكن تجيبها عن طريق اصحابك، عن طريق معارفك، عن طريق الناس اللي هتقدر توصل لهم بالسوشيال ميديا استراتيجي بتاعتك. لو الاثنين دول انطبقوا او قربوا في المقاس من بعض يبقى انت كده كويس وعامل الواجب. لو انا دايره اهتمامي قدرت اوصل بيها للناس اللي زيي بالظبط او الناس اللي يهمهم كلامي واقدر اثر فيهم واخد منهم اصوات، او على الاقل اقنعهم ان هم يجو ثرو الفوتنج بروسيس، يعني خش شوف الفيديو وشوف الفيديوهات بتاعت الناس اللي زي الكومبيتيتورز كمان، انا والفريق الثاني والثالث والرابع، وقرر ادي الفوت بتاعك. لو الدايرتين دول قربوا في المقاس من بعض يبقى انت كده عامل الواجب بتاعك. واضح الموضوع كبير، في دايره اهتمام ودايره تاثير، الموضوع كده هياخد وقت وانا ما عنديش وقت. لا، دي تايم كونسيومينج بروسيس، انت هتقعد اول حبه تتعب وهتلاقي الفوتس اللي جايه لك حاجات بسيطه في الاوائل. علشان كده لازم تبتدي بدري، لازم تبقى برو اكتف. انا الديدلاين بتاعي بعد قد كذا، لازم ابتدي امبارح علشان الحق اوصل للناس دي وعشان الناس دي يسمعوني. الناس في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا حاجه اسمها اسينكرونس واي اوف كوميونيكيشن، يعني التواصل غير متزامن. انا بقول في الوقت اللي يناسبني وانت بتسمع في الوقت اللي يناسبك. انا عملت بوست على الفيسبوك النهارده عشان دلوقتي انا فاضي، انت مش هتشوفه في ساعتها ولا بعديها بساعه، ممكن تشوفه بعديها بيومين لما تبقى تدخل. فعلشان توصل لحد ممكن مثلا تقعد يومين ثلاثه علشان توصل لمجموعه تهمك، والله اعلم المجموعه دي هتستجيب ولا لا، ولو استجابت هيبقى ازاي. يعني هنشوف بعد كده ان السوشيال ميديا زيها زي اي ميديوم، في حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه، في فليم، في خناق،
في واحد يقول لك اه انت جاي بقى تقدم لنا نصايح، انت فاكر نفسك احسن مننا، مش بس هيديك فوتس ده هيهد اللي انت بتعمله. ايه اللي يخليك تتعب كل ده وتبذل مجهود عشان تجين فوتس اوفر سايبر سبيس؟ هو هي السوشيال ميديا دي مش الفيسبوك والبروفايل والتويتر اكاونت والحاجات اللي احنا بنعملها كده وبس خلصت على كده؟ دي حاجات تايم كونسيومينج، مش حاجات مهمه. لا، لو تفتكر حد سمع على جوجل لما اشترت يوتيوب، احنا كلنا عارفين يوتيوب طبعا، جوجل اشترتها مؤخرا، دفعت فيها كام؟ اضرب نمره كده، 1,350,000,000، تمن 5 طيارات بوينج 380 الكبيره دي اللي هي دورين. تخيل، مفيش حاجه في الدنيا اسمها يوتيوب، مفيش مبنى اسمه يوتيوب، ما ينفعش تروح تخبط عليهم او تتكلموا في التليفون، دي اوفر سايبر سبيس بس. تمنها 1,350,000,000. هاو بيج السوشيال ميديا؟ الناس دي مش عبط طبعا، الناس دي دفعت الفلوس علشان حاجه. هو ده اللي بيوصلك الحاجه دي، انت تستفاد منها ازاي في موضوعك في الحته بتاعتك، انها ممكن تجيب لك اصوات ما تخطرش على بالك، ممكن توصلك في حتت لا يمكن توصل لها لو ما فيش سوشيال ميديا في التايم سبان ده، يعني اللي زي ما بيقول لك عمرين على عمرك كمان علشان تحقق اللي السوشيال ميديا ممكن تحققه لك. زي ما قلت لكم، في انا مش لازم ابقى جد طول الوقت. السوشيال ميديا هي سوشيال، ففي قاعده كده لذيذه بتقول لك 4-1، يعني انا علشان اجين فوتس اوفر سايبر سبيس ما اقعدش اتكلم في التوبيك بتاعي على طول، 4-1، 3-1، 2-1، على حسب انا قدامي وقت قد ايه. يعني 1 تويت للموضوع اللي انا عايز اخد الفوتس عليه، وثلاثه لمواضيع تانية عامة، أتكلم على موقف حصل لي، على حاجة اجتماعية، على السياسة، على الرئيس بتاعنا مش عارف بيعمل إيه، على كذا، وبعدين أرجع تاني again one tweet. التلاتة أو الاتنين تويت اللي هم irrelevant للtopic بتاعك دول مش في الفاضي، دول هم اللي بيوصلوك لناس تانية على المستوى الاجتماعي. يعني بقى أنا أخش أنا دلوقتي عايز فين أنت بتتكلم في الموضوع ده وشكلك ناشط، يعني لما اخش الاقي كل الكلام بتاعك جد وانفورماتيف وليه علاقه بالموضوع، فحس ان انت الموضوع ما فيهوش سوسايتي خالص، انت عامل الاكونت ده مخصوص عشان تجين فوتس، فببقى اقل حماس وريلكتنت ان انا اعمل لك اد او فولو او اتابع كلامك. انما الكلام التاني، الكلام العادي بقى بتاع كل الناس بس اللي متوجه صح، هو ده اللي بيخليني احس ان ده بني ادم طبيعي، ده عايش زينا، ده بيقابله مشاكل، ده ممكن يقول نكته، ده ممكن يقفش على حاجه، ده ممكن يعمل كذا، بس مش اقل من 25% من كلامك يكون فوكست على الحاجه اللي قدامك علشان تكسب وقت. الكلام ده برضه هو اللي هيخلي الناس تميك ستوري اوت اوف يور بوست، وهو ده زي ما قلت لكم اللي بيوصلك ل اتس نوت نمبر اوف فانز. يعني ممكن تخش على صفحه مثلا تلاقي فيها 650,000 فان بس مش اكتف، الصفحه مش نشطه. ليه؟ في حاجه تانية غير الفانز اسمها number of people talking about، ده بيحصل في الفيسبوك وبيحصل في اي ميديوم تاني، اللي هو انا بتكلم على الصفحه بتاعتك ازاي، كم واحد engaged في انهم يكلموها، كم واحد عمل لايك واصحابه شافوا ان هو عمل لايك لصفحتك، كم واحد عمل كومنت على صوره انت حاططها واصحابه شافوه، كم واحد خد الصفحه بتاعتك عمل لها سبسكرايب او عمل لها شير في البروفايل بتاعه واصحابه هم كمان شافوه. انت بتوصل لاصحاب الناس، هو ده هدفك، ان انت توصل للكوميونتي بتاعي وبتاع فلان وعلان وترتان اللي هم مش اصحابك، وبالتالي توصل للكوميونتيز بتاعه علان وترتان اللي هم اصحابنا احنا، وبالتالي توسع دايرتك عشان تنطابق الدايرتين بتاعه الانفلونس زي الانترست. المفروض ان انت الانترست بتاعتك كبيره قوي، عندك حلم كبير وده اهتمامك، هتأثر في مين؟ ده مجهودك. في ناس كتيرة بطلت تستعمل بلوجرز، ويعني على مستوى السوشيال ميديا أنا مش عارف السبب، بس هو شكله ضل البلوجر، يعني كون أنت تخش تعمل بلوج على مثلا الوورد بريس أو بلوجر ويبقى عندك صفحة تقعد تكتب 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 زي الناس اللي ليها بقى في الشعر وبتاع، يعني البلوجر خد شكل
شكل أدبي شوي، مع أنه هو مش كده. البلوجر ده هو الفيكل، هو العربية اللي هتوصلك، هو ده اللي فيه الكلام، هو ده اللي انت بتحكي فيه تجربك، هو اللي انت بتشوف فيه. يا جماعة احنا عندنا مشكلة، احنا الكود بتاعنا فيه حاجة، فيه بوليان مثلا او لوب مش عارفين نحله، مش عارفين نخرج منه، عندنا مشكلة في البروجرامينج، عندنا مشكلة ان احنا نعمل بروتوتايب. السوشيال ميديا دي هو الكاوتش بتاع العربية اللي بتمشي فيه، هو ده اللي هيوصلك. هتوصل بايه؟ هتوصل بافكارك. افكارك دي لازم يعني ممكن تبقى كبيرة قوي على انها تتحط في بيج، او السوشيال ميديا شانلز مش الميديا من المناسب بتاعها. كون ان انت تعمل بلوجر وتستخدم السوشيال ميديا في ان انت تبروموت البلوجر ده، ده هيساعدك كتير، لان البلوجر الناس بتوصل له في اي وقت، صبح ليل هو موجود اونلاين على طول، وفي نفس الوقت اديتابل، انت بتخش تابديت فيه زي ما انت عايز، وقابل للشيرنج كمان. يعني كون ان انا اخد حاجه من البلوج واعمل لها شيرنج او سبسكرايبنج او اشيرها على السوشيال ميديا بتاعتي، وارد، انا مش هخسر حاجه، بالعكس هكسب كتير. البلوجر بالظبط زي البوق اللي انت بتتكلم فيه، علشان صوتك يعني صوتك يتضخم ويوصل لاكبر عدد من الناس. بفرض ان انت حددت الناس اللي يهموك، فانت محتاج البلوجر عشان تكتب فيه افكارك، فتقوم يعني تاخد اول السكه. احنا اتكلمنا على الاربعه الواحد رول، بس هي مش شرط تبقى اربعه الواحد، على حسب انت ابتديت بدري قد ايه. ممكن تبقى 3-1، ممكن تبقى 2-1، بس يعني حاول توصل نفسك بحيث ان انت ما تبقاش يعني بيقولوا مقرف اونلاين، بيتكلم كلام كتير وكله في نفس الموضوع، فبتحس ان هو مش سوشيال ولا حاجه، ان تحس ده مش شخص، تحس انها جهه. الكامبين بتاعتك تمشي ازاي؟ انا واحد من انصار تويتر الحقيقه، لان هو مختصر وتو ذا بوينت وبيوصلك ابعد ما يكون، والاهم ان هو قابل للقياس. في ويب سايتس كتير ممكن تقول لك التويته بتاعتك دي وصلت لحد فين، مين سمعها، مين شافها، مين عمل لها شير، مين عمل ريتويت، مين عمل لها كوبي وحطها في حته تانية. حتى لو التكست بتاعك زي ما الناس بتعمل واحد خده ونسبه لنفسه، فانت ممكن تاخد جزء من التكست من التويت بتاعتك وتدور عليه، هتوصل له برضه. يعني مفيش زي ما بيقولوا بلجرزم، مينفعش اخد التكست بتاعك احطه وانسيبه لنفسي كان انا اللي قلته. ده في الحالات اللي بيبقى فيها، يعني لو احنا بقى انا بتكلم في موضوع عام، بس المفروض ان انا بقول يعني مش اقل من 25% من التويتس بتاعتك او من كلامك او من البوست بتاعك اوفر سايبر سبيس يكون في التوبك. فهو يعني منطقيا ما يهمش حد ان هو يسرقه، بس تويتر بيخليك دايما تقيس وتشوف انت وصلت لحد فين، كم فولور، كم واحد بيتابعوك. انت النهارده لو عملت مثلا بوست على الاكونت بتاعك في تويتر، وبفرض ان انت عندك 500 فانز، بتلاقي مثلا من ال 500 دول 10 هم اللي عملوا لايك، واثنين ثلاثه عملوا كومنت، ده معناه ان الكلام عجبهم. هي دي، هو ده السوشيال ميديا. مين الناس النشطين اوفر سايبر سبيس؟ هم الناس اللي بيعبروا عن نفسهم، الناس اللي بيقولوا رايهم، والراي ده لما بيعجب حد، الحد ده بيجين فولور، الحد ده بيمشي وراك، بيتابعك وبيسمعك بعد كده. فتويتر بصراحة بيعجبني لأن هو قابل للقياس، أنت بتقول تويت بتروح في كل حتة in no time تقريبا، وبتعرف يعني على عكس الفيسبوك أنت ممكن تبذل مجهود أكبر عشان تعرف كلامك راح لفين أو وصل لمين. تويتر الموضوع سهل شوي. لازم تعمل حساب البايو والافاتار بتاعك بحيث ان هو يبقى لوحه يعني، لو قدرت تبقى مور ريليفنت للتوبيك بتاعك يبقى كويس في الصوره اللي انت حاططها والكلام اللي انت بتكتبه عن نفسك. لان في سيرش انجنز وسوشيال ميديا يوتيليتيز كتير ما بتطلعش اول حاجه غير الافاتار والبايو. يعني ممكن تعمل خطوتين ثلاثه كمان عشان اوصل للكلام بتاعك، او الكلام بتاعك اشوف انت قلت ايه مثلا امبارح او من شويه. انما اللي بيطلع لي على طول في شكل جدول كده هو انت حاطط صوره شكلها عامل ازاي وكاتب ايه عن نفسك. ممكن اكون انا كمان تصادف ان انا بدور على حد يكون بيشتغل في الموضوع اللي انت بتشتغل فيه، بس طبعا وسط الملايين من الاكونتس اللي على تويتر صعب ان انا اخش في جوه كل واحد واشوف هو قال ايه من فتره. انما هو لو اعلن في الانترست في البايو بتاعه كده هيسهل لي الوصول ليه. الكونتنت هو نمره واحد، لازم تبقى واخد بالك كويس قوي بعد ما حددت الناس اللي انت اللي يهمك توصل لهم هتقول لهم ايه.
هتصيغ الكلام في شكل ايه، بالذات لو انت بتستخدم تويتر، لان انت هتبقى محكوم بعدد من الكاركترز. لو الدنيا طولت معاك ومحتاج تستخدم تويتر برضو، في تويت لونج اكيد في حد عارفه تويت لونج، ان انت مثلا ممكن تكتب ارتكل وهو ياخد منها اول 140 كاركتر يعملهم تويت بلينك، بحيث ان انا مثلا اشوف تستخدم تويتر في ان انت تنشر الفكرة بتاعك او مقالة مثلا او مشكلة انت بتواجهها، بس هي اكبر من 140 كاركتر. بتكتب كل اللي انت عايزه وهو بياخد اول 140 كاركتر في شكل هيدر كده وبيحط لينك بالباقي، زي ما بتتويت صورة مثلا، بس الكونتنت هو نمرة واحد، هو ده الكلام اللي انت هتقوله. فنفترض ان انت ماسك ميكروفون وعرفت هتكلم مين ووصلت لهم، هتقول لهم ايه بقى من بقك للميكروفون لودانهم؟ لازم تبقى عارف كده كويس، يعني درايتك بالموضوع اللي انت محل البحث بتاعك عليها عامل كبير. انا زي الاهلاوي الزملكاوي كده، انا بتاع تويتر، فالفيسبوك ما بيريحنيش، لكن الفيسبوك ممكن يخدمك في ان واحد يتعرف عليك اجتماعيا. انت اكيد هت exchange some sort of emails مثلا، وهتبعت messages، هتبعت جوابات لحد. فيسبوك بادجز، في حاجه اسمها فيسبوك بادج، لو انت ليك اكاونت بروفايل او بيج او جروب، الفيسبوك facebook.com/badges بيدخلك على يوتيليتي كده، ممكن تعمل بيها بادج صغير في اسم البيج بتاعتك او البروفايل، الصوره اللي انت حاططها، number of fans او followers، والمسج اللي انت عاملها تعمل بيه ده، ممكن تحطه في الهيدر بتاع الايميل مسج في السيجنتشر، بحيث ان انت اي ايميل تبعته سواء كان في الموضوع او بره يبقى تحت محطوطة على طول البادج. البادج ده هايبر لينك، لما بيوصل لاي حد بيكليك عليه بيروح للاكاونت بتاعك على طول. لو هتضطر تستخدم السوشيال ميديا كده، لو هتشارك مثلا في مؤتمر زي الناس النهارده بتوع يوم التكنولوجيا، يوم الهندسه، متهيألي النهارده في قاعة المؤتمرات يوم الهندسه، فكرتك ممكن تطبع عنها بروشور او فلاير. في حاجه اسمها كيو ار كود، مش عارف شفتوه ولا لا، كيو ار كود النهارده كل موبايل او كاميرا او بتصور الكيو ار كود ده بلينك، اول ما تاخد صورته يروح موديك على اللينك على طول. انا اقترح انها تبقى البلوجر بتاعك، يعني انت لو يعني بتستخدم السوشيال ميديا كويس هتحط السوشيال ميديا شانلز لينكس جوه البلوج بتاعك، وهتستخدم بقى الكيو ار كود ده في ان انت تبروموت البلوج، انت ستيل بتستخدم السوشيال ميديا برضه. البادج ده ممكن يخدمك كويس قوي لو انت مثلا بتراسل ناس في الموضوع بتاعك، او مثلا لقيت كوميونتي او لقيت جروب بتتكلم في موضوعك ومحتاج تاكسشينج معاهم ايميلز، فلما تحط البادج ده يعني هيخدمك بشكل يعني غير مباشر. ما مش هتقول للناس على الفيسبوك بيج بتاعتك، لكن هي هتوصل لهم زي ما بيوصل لهم السيجنتشر، فهتبقى هتوصل لهم بشكل اندايركت شويه. طيب انت عرفت الناس اللي هتكلمهم وعرفت هتقول لهم ايه، والدنيا ابتدت تندع معاك بقى، يعني خلاص شجره البرتقال اللي انت زرعتها ابتدت، يعني في حاجه ابتدت تزق الارض كده وتطلع، ازاي تاكسباند الريتش ده بقى، تجيت فاوند ازاي؟ محتاج تستدي الداينامكس بتاعت السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتجيت فايرال زي الانفلونزا، انا عيان سلمت عليك عاديتك، انت روحت البيت عاديت الخمسه اللي عايشين معاك، الخمسه اللي عايشين معاك كل واحد راح الشغل وراح المدرسه، كل واحد عدد، فالدنيا وزعت من واحد للتاني، من واحد لاثنين لثلاثه بالمنظر ده. يعني تستعمل الداينامكس دي ازاي في ان انت تجيت اكسباند؟ انت المفروض ان انت يعني تبوست اوفر سايبر سبيس، مش لما تبقى انت فاضي، لما تبقى السوشيال ميديا شانل مشغوله. يعني لو لاحظت مثلا الناس اللي بتخش على تويتر كتير عندنا هنا في مصر، لو انت هتستهدف مصر، يعني من الساعه 10 بالليل لاربعة الصبح كميه التويتس غير طبيعيه، الناس طول الليل قاعدة بتكلم بعض، بعد الفجر ميدا لغاية آخر النهار بتاع تاني يوم تقريبا ما فيش خالص. لو بتستعمل سوشيال ميديا أو الحاجات بتاع تويتر مثلا زي تويت ديك ده، اللي هو بيجيب لك ممكن تتخش بكذا أكاونت ويبقى ليك كذا فالور في كل حتة، هو يجيب لك التويتس من كل حتة ويرصها لك في شكل تيبل كده، فساعات كتير انت مثلا بتفتحه النهاردة فتلاقي تقرأ كام تويت كده وما تكملش، تروح قافل، بيتراكم تويتس وراها، لما بتعمل ريفرش المفروض ان هو يجيب لك احدث واحده،
فتفتح بقى تاني يوم الصبح وتعمل ريفرش، فتبص تلاقيه عمال يرجع شويه بشويه، يرجع يسكرول كده لفوق. الحبه بتوع بالليل دول فيهم تويتس كتير، يعني مثلا تلاقيه عمال يرجع من 8 بالليل لغايه الفجر ما يدم، بالعكس بقى يعني 8 7 6 4 لحد كده، تبص تلاقيه مش عايز يخلص، انت عمال تتفرج عليه وهو عمال يرجع، الناس عماله تقول تويتس طول الليل. واحده من الكيز اللي انت المفروض تعمل حسابها، الناس اللي انت هتكلمهم دول هم نشيطين امتى، بيصحوا امتى. في التويت حلوه لانها مختصره وبتوصل، انما ساعات كتير بتروح في الرجلين، انت مش هتقدر تقرا كل البوست مثلا بتاع الثلاث ايام فات، وانت هتقرا اخر ساعتين. من مصلحتك لو هتستعمل تويتر ان انت تبوست في الوقت اللي الناس فيه صحية وبتاكسشينج تويتس، التويت بتاعتك بتبقى هاي يعني هايلي معرضه لانها تبقى ريتويتد او توصل لاكبر قدر من الناس لمجرد ان انت استخدمت التوقيت المناسب. في يوتيلتيز كتير تقدر تعمل لك سكيدولينج للتويتس بتاعتك، تكتب اللي انت عايزه وترص كله ورا بعضه وتختار الوقت اللي هتبوست فيه كل تويت، دي الساعه كذا، دي الساعه كذا، دي بعد دي، دي قبل دي، وبعدين تعمل الواجب بقى بعديها بيومين تشوف كل واحده وصلت لحد فين ومين الناس اللي عملوا لها ريتويت، وبالتالي يبقوا مهتمين تاخدهم وتحطهم في لستة الناس اللي انت عايز توصل له. الكونتنت هو الملك، فكل ما تختار كونتنت فاليبل انفورماتيف ريتش وسوشيال في نفس الوقت، كل ما تبقى يعني كل ما تزود قدرة التويت بتاعك او البوست على انه هو يبقى شيرد. انا هسمع كلامك ليه؟ انا هسمع كلامك لما يعجبني، لو ما عجبنيش كلامك كأني ما سمعتش حاجة، انت خسران. فانت لو عرفت الناس، هي الموضوع قريب للماركتينج والتسويق، لو عرفت الناس اللي انت المفروض تستهدفهم المفروض تعرف هتقول لهم ايه الكلام اللي يعجبهم وتقوله، بس تقوله في الشكل اللي يخدمك بالتفصيل كده. طب اعمل ايه؟ اول حاجة انت هتانجيج، هتخش في السوشيال ميديا وتحدد الناس اللي انت هتكلمهم. بعد ما تحدد الناس اللي انت هتكلمهم هتعمل لهم education، مين فيهم مهتم بالموضوع ومين فيهم يعني ملقلق شوية لما بتتابع البوست والانترست بتاعته بتلاقيه مش قوي، بس ممكن انت بتستخدم موبايل ابليكيشن والموضوع بتاعك ليه علاقة بالموبايل ابليكيشن، بس هو بيشتغل بلاك بيري وانت بتستخدم اندرويد، هو مش هيخدمك قوي بس it's good to have him. فانت ممكن مثلا تبتكر مناقشة او تبتدي مناقشة عن الفرق ما بين الاندرويد والايفون او البلاك بيري وتعمل مناظرة بينهم، فيقوم هو المتحمس اهلاوي مثلا او زملكاوي او بيحب البلاك بيري او بيكره الايفون يرد عليك. الكونفرسيشن دي انت كده ابتكرت كونفرسيشن، السؤال المقارنة المناقشة دي في صالحك لو قدرت تحافظ عليها طبعا من غير خناق. هتأدجيكيت دم، هتأنترتين دم، لما تلاقي الموضوع سخن منك قوي وابتدى بقى يخش في لا ده احسن من ده، انت ما ينفعش تتكلم وانت فاكر نفسك احسن. في ظاهره معروفه كده اسمها فليم ولع، يعني بيقول لك في مناقشه ابتدت اوفر سايبر سبيس سواء كان على بلوجر او على سوشيال ميديا شانل، وبعدين دخلت في الجد بقى والاثنين ابتدوا يخبطوا في بعض، فتبص تلاقي هم مش بس هم الخسرانين، لا ده الناس اللي بتسمع كمان ابتدت لوج اوف وتسيب الكونفرسيشن، يقول لك لا يا عم مش ناقصين وجع دماغ. فانت المفروض تهدي الموضوع بان انت يبقى عندك كونتنت انترتيننج توقف بيه او تلطف بيه الجو، انترتين يور فولورز. كل شويه المفروض تيفالويت التويتس بتاعتك وصلت لحد فين عشان تشوف انت ماشي صح ولا لا، لان انت غالبا الناس اللي الفوتس اللي بتحصل في الكونتست بتحصل في اخر كام يوم قبل الديدلاين، فكون ان انت تعد كام واحد عملوا لك فوتنج ده ممكن يبقى حاجه مسليدنج. الناس المهتمين بالتوبيك واللي زادوا على الاكونت بتوعك هو ده اللي هيناسبك اكتر، ما تستناش لغايه اخر يوم او ما تستناش النهارده لما اشوف انا كم واحد عمل لي فوتنج. الناس عاده ما بتعملش فوتنج الا في اخر يوم بعد ما يبقى سكان الكونتس كلها وشافك وشاف الناس اللي زيك وابتدى يختار هو هيدي صوته لمين. كل واحد حدد ان صوته مميز، يعني صوتي مهم. حتى في الكام يوم اللي فاتوا لما كانت مصر فيها انتخابات كل 15 يوم كده، كان في حاجه سمعنا على حاجه اسمها التصويت الموجه، اللي هو انا اعمل لك حمله دعائيه اقول لك ان المرشح الفلاني او الموضوع الفلاني هوت والناس كلها عماله تدي له صوت،
انت صعبان عليك ان صوتك يروح، فممكن مثلا مين مرشح الرئاسه اللي كان صغير في السن شويه كده عنده حوالي 40 سنه بس؟ خالد علي. ناس كتيره كانت بتحبه ومهتمه بيه وبتتابع اخباره، بس يوم الفوت قرر ان هو ما يدوش صوته لان هو حاسس ان الراجل مش هينجح، وانا حاسس ان صوتي مهم وفاليبل، فمش عايز اديله صوتي، انا عايز ادي صوتي لواحد هينجح. ممكن تامباور يعني بعد ما تادجيكيت الناس وتانترتين تعمل لهم امباورنج بقى، يعني تاخد شركه ترقي الناس اللي متابعاك دول من فولوور لبارتنر علشان توصل. ده طبعا الشراكه، انت لما تيجي تشارك حد بتقيم هو عنده كام فولوور، هو كمان هو بيتكلم في اي موضوع، انت مش عايز تشارك حد يغلوش عليك، ممكن يكون بيتكلم في موضوع تاني قريب منك بس هو عنده ليست فارمرز ممكن يخدموك، غالبا ما بقاش مشارك معاك في نفس المسابقه لو بتسال يعني. لا هو انت بتتفق معاه اوف ريكورد ان هو يشير يور بوستس وانت تعمل كده. العكس زي مثلا احنا مركز الابداع التكنولوجي ما بيشتغل مع ايفنتس مثلا او مع ايجيبت اي تي ايفنتس، في جهه كيان اسمه ايجيبت اي تي ايفنتس غرضه ان هو يسوق اي ايفنت ليه علاقه بالتكنولوجيا. احنا كمركز عندنا ايفنتات كتير وهم ده شغلهم، من مصلحتهم ان احنا نقول لهم على الايفنتات بتاعتنا اهد عشان هم يسوقوها. ده بقى اللي انت المفروض ما تعملوش. في يوتيليتيز كتير اوفر سايبر سبيس ممكن تسجل فيها بفلوس وتديك الكترونيك فوتس على اللي انت عايزه، تحط اليو ار ال، تملي ابلكيشن، تحط الكريدت كارد نمبر، هما بقى بعد كل كام يوم كده يروح مديك 10 صوت 15 صوت. لو بتشارك في اي مسابقه على المستوى البروفيشنال او حتى على المستوى الغير بروفيشنال هتتفقس، تمساح ده اللي انت فاكره هيساعدك وهيعضك انت مش هيعضهم هم، فما تعملش كده. الافاتار ده هو بتاع اللوجو بتاع ايرن فوتس، متهيألي earnvotes.com هتلاقي فيه تمساح طالع لك كده وتحتيه ابلكيشن، تدخل بياناتك وتدفع تاخد اصوات ببلاش، بس الاصوات دي مش جينيون، هتطلع بره على طول ومحدش هيقول لك ليه حد. المفروض بقى في الفتره دي في النهايات دي تكلم الناس المريدين بتوعك والفولورز على المشاكل اللي بتواجهك including the approaching deadline، بس لازم تصيغ كده في شكل كونتنت مقبول، يعني ما تقعدش تقول لهم يلا يلا الحقوني انا ما عنديش غير كام فوت خلاص اتحركوا. ما حدش هيتحرك غير لما تديني حاجه في المقابل. تديني حاجه في المقابل ازاي؟ لازم تبتدي بدري شويه وتخليني احبك واعجب بيك وتابعك في الكلام. كون ان انت تفاير كويستشنز على ياهو كويستشنز، دي في هنا في خدمه عاملاها ياهو اسمها ياهو انسرز، ان انا اسال سؤال، اسال سؤال بيتحط في الداتابيز والناس بتكويري الداتابيز وبتدور على السؤال ده، والمهتمين بيه او اللي عارفين اجابه او اللي بيواجهوا نفس المشكله بيعملوا كومنت عليه. لما انا اسال سؤال في الموضوع بتاعي دي بتبقى حاجه بوصل بسرعه للناس المهتمين بالتوبيك بتاعي وبحمسهم بقى، يعني بخليه جنريت ريسبوند. ده وانا كمان عندي المشكله دي، على فكره انت كان المفروض تروح كذا كذا كذا، انا عرفت هو مين وعرفت هو مهتم بالموضوع ده وقدرت اوصل له واوصل للناس اللي وراه اللي هم الفريندز بتوعه، وفي نفس الوقت حمسته ان هو يستجيب. ممكن بعد كده في الاخر بقى بعد ثريد معينه تحت السؤال اللي هو الريليفنت ده احط بوست لللينك بتاعتي اللي انا محتاجهم يعملوا فوتنج عليها عشان يشوفوا يتفرجوا، بس انا مش هقول لحد يعمل فوت. في الكام دايره دول انا حاولت اقول لكم ازاي تموبلايز النتورك بتاعك علشان تاخد اصوات في اونلاين كونتست. ابتدينا الاول ايه السوشيال ميديا، السوشيال ميديا دي كونفرسيشن، بعد كده ازاي هتبرودكاست يور سيلف توصل للناس بعد ما تحددهم كويس، ازاي الناس دي توصل لك تبقى يعني مالتي دايركشنال كوميونيكيشن كده، وازاي تاخد اصوات بعد ما قدرت تحدد الناس اللي يهمهم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. الموضوع بدايته صعبه شويه، بتبتدي في الاول المفروض ان انت ما تحبطش بالساهل لان انت تقريبا مش هيجي لك اصوات في اول كام يوم ولا في اول كام اسبوع، هتلاقي الدنيا سلاجتش قوي ماشيه بالراحه. انما بعد كده مثلا بعد ما يوصل عدد الفولورز بتوعك لرقم مهول مثلا زي ال 12,000 بتوع بيقول لك مش هتلاحق على الاصوات، يعني هتلاقي ال 50 صوت اللي انت كنت بتتعب فيهم بالشهرين والثلاثه قبل كده بييجوا في ساعتين.
لان انت بقى عندك قاعدة عريضة من الناس، مش اي ناس، من الناس المهتمين بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. فاول ما تقول حاجة تبص تلاقي كل الناس تستجيب وكل الناس تشير الايديا بتاعتك او البوست، فيوصل لاكبر عدد من الناس. فهتبص تلاقي النهاردة لو بتستخدم مثلا number of fans as indicator مثلا، هتلاقي ان النهاردة عندك 2500، بكرة 2550، بعد شهر 30,000 بقوا 32,000 في يوم. بالضبط كأن انت بتزرع شجرة وبتسقيها كل شوية، هتتعب في الاول لغاية ما تطرح وتبتدي تسقط عليه. يا رب تكونوا حبيتوا اللون البرتقالي ده، اللوجو بتاع الاكسلريتور سنتر للبشمهندسة رشا. هي ماسكة ادارته. احب اعرف لو في اسئلة. عايز اتغلب على مشكلة ان التويتر فيري شورت قوي ديسكريبشن للحاجة. انا مثلا الحاجات اللي بعملها حتى ايفن على الفيسبوك الفان بيج بتبقى بضطر برضه احطها في شكل صغير شويه عشان ما حدش هيقعد يقرا المقاله كلها، تبقى نوتس يعني شوت 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 كده بس اكتر شويه حتى من 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 تويتر. في طريقه اقدر اتغلب بيها انا واستخدم بيها التويتر از تول؟ انت اكيد كنت بره واحنا بنتكلم على تويت لونج. في تويت لونج هتقول اللي انت عايزه، ده ملوش ليميت على فكره، يعني هو مفتوح خالص. هياخد اول 140 كاركتر او هياخد اول مثلا 135 ويحط لك الباقي في شورت لينك، بحيث ان انا اول ما تويت افاير التويت بتاعتي بتطلع بال 140 كاركتر بتوع تويتر، وبيبقى فيها لينك في الاخر زي ريد مور كده. وممكن البلوجر هيساعدك، لو انت هتستخدم بلوجر هتحط فيه كل اللي انت عايزه وتبتدي تبروموت البلوجر زي ما بتبروموت الفيسبوك فان بيج. بس هو البلوجر وحش في ايه؟ ان هو ما بيعرفكش مين بالظبط دخل عليه، الا بقى لو هتقعد انت تتابعه من اليكسا وكام واحد تاني كده، تخش على يوتيليتيز تعرفك كام واحد زار البلوجر بتاعك النهارده وجم منين، جم من اللينك اللي اتحطت على تويتر ولا من اللينك اللي اتحطت على الفيسبوك ولا من الناس اللي انت بعت لهم ميل الاسبوع اللي فات، جم من اي بلد بالاي بي. هيتعبك عشان تتراك تم. انما الفيسبوك حلاوته ان هو بالرغم ان هو مش كاستمايز ومش براندبل، هو فيسبوك في الاخر ما ينفعش تحط فيه اللوجو بتاعك مثلا فوق وتشيل الازرق ده لو مش عاجبك، لكن اي صفحه فيسبوك او جروب فيها انسايتس، فيها تاب كده اللي هو الانسايت الادمنستريتور بيشوف ده، بيقول لك كل حاجه بقى، بيقول لك اللي دخل ده جه منين، دخل الساعه كام، هو عنده كام سنه، الانترست بتاعته، وقبل ما يخش لك دخل منين، وعمل شيء كام، واحد بيتكلم على البيج بتاعتك كام، واحد عمل لها شير كام، واحد عمل لايك اني بوست هات. انت النهارده الاسبوع ده مثلا عملت حوالي 14 بوست، مين اكتر واحد الناس شافته، ويديك بقى فيجرز كده. انت مثلا عندك 2000 فان، زي مثلا البوست بتاعك النهارده شافه 1500 واحد، ومين شافه 700 ومين شافه 800. ممكن تلاقي مثلا وان بوست was so relevant لدرجه ان اللي شافوه على على البيج ما يكملوش 20، واللي عملوا له شير 18. فاز يو جو البوست ده شافه مثلا اكتر من 30,000 واحد، وانت عدد الفانز بتوعك ما يكملوش 3,000. فتعرف ان هم دول بقى الناس اللي انت المفروض تحطهم على لستة القوائم اللي توصل لها، اللي هم الحبة الصغيرين اللي مهتمين بموضوعك، اللي حياتهم اللي هو بيخش يسيرف النت يدور على الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، حتى ولو كانوا 5، حتى ولو كانوا 6، حتى لو كانوا 1، دي هتبقى نقطة بداية مهولة يعني. لينكدين بس انا لسه بدرسه. لينكدين ايه رأي حضرتك فيه؟ لينكد ان. بالنسبة للينكد ممكن تستخدمه في الريسيرش بتاع الناس، لو انت هتحتار في الاول مين الناس اللي مهتمين بالموضوع بتاعك، انت عايز تنارو الليست وتشوف انت محتاج توصل لمين. او مثلا لو استعملت ياهو انسرز وقلت سؤال انت بقى عامل صياغته بدقه، فواحد رد عليك وقال لك على فكره انت الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده كذا كذا كذا، بس هو انت ناقصك كذا، وحسيت انك حسيت ان كلامه سام هاو بروفيشنال، فانت هتاخد اسمه او هتاخد الايميل بتاعه من البوست وتروح بقى تدعبس عليه في لينكد عشان تشوف مين ده، مين ده ومين الناس اللي تابعه ده، وبيدر اكاديمية هو ولا بيدرس في جامعة ايه، ولا هو بيقول كلام كده من الهوى، هو ساوند نوليدج ولا بيتكلم كده بيرد عليا وخلاص. فهو لينكد ممكن يساعدك في انك تاخد القرار تحط الراجل ده عندك على الليستة ولا تسيبك منه. يعني هو لينكد ده زي السي في كل واحد تقريبا
هو يعني لو في حاجه ممكن لينكد يساعدك فيها في البروسيس اللي احنا قلنا عليها دي از سوشيال ميديا شانل. هو اي فكره تتكلم عن الصحه كان قاعدين نناقش مع اراء. هو في جروبس وفي بيجز وفي ايفنتس على لينكد ان زيه زي اي سوشيال ميديا شانلز ثانيه, بس الاوفرول كونتنت بتاعته ليها علاقه بالاتش ار والهايرنج وال يعني الكريكولم فيتا ايه انا كنت بشتغل فين ودلوقتي بشتغل فين, بعمل ابحاث فين وهروح فين ومهتم بايه هنا في الكوميونتي ده. فبيس يعني زي ما قلت لك هو هيساعدك انك تاخد القرار تحط الراجل ده عندك في الليسته ولا تستبعده. لينكد ان لينك اي دي اي ان هندي لا مش عارف هو جاي منين الحقيقه. هو اصله متهيألي قديم قوي قبل الهند ما نسمع عنها يعني احتمال يعني التراك بتاعه عالي قوي. لا بص الترندز دي ما بتدكش اي يعني معلومات صحيحه عن الاوريجين. يعني انا جه قدامي مثلا اكتر ناس بتسمع مايكل جاكسون لحد دلوقتي في الهند ليه مش عارف. هو كده اكتر ناس بتعمل تستعمل تويتر كانوا مين اندونيسيا باين كنا ماليزيا او اندونيسيا اكتر بلد فيها التويتس عاليه جدا. ليه ما تعرفش؟ يمكن هو يعني جاد بوبولار هناك نظرا لحاجه هناك يعني. بس مش ما ينفعش تويتر يبقى ماليزي. في حد عنده اسئله تاني؟ شكرا. انا احنا اتشرفنا بيكم النهارده ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه من عندنا.